دلوقتي مشاهدينا الساعة 9 صباحا، وده ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. اتفضل يا دينا. شكرا لك أحمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بوضع إخليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. كما ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. كما وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن وصون مقدساته. أكدت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024 أنه استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية واستكمالا للمشهد الديمقراطي. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة، وحسبما نشر على الصفحة الرسمية أنه سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان هنكمل الحلم، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات. وأكدت الصفحة الرسمية للحملة أن الرئيس السيسي يأمل في أن يقدم الشعب أفضل الأمثلة وأن يظهر للعالم بأكمله حجم مشاركاتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الحملة سوف تكون مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والإجراءات في وقت قريب لاحق. استقبل وزير الخارجية سامح شكري المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. تناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج وفقا للقواعد والضوابط والقرارات المنظمة التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات. كما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الدور الذي ستطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية خارج البلاد في الإشراف على تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية حرصت على الالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة التي تستهدف نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه كيفن ماكارثي من منصبه، وجاء التصويت بواقع 216 لصالح إقالة ماكارثي مقابل 210 لرفض الإقالة، وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب رئيسه. وكانت الخلافات بين ماكارثي والنواب الجمهوريين قد دفعت الكونغرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة. أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن مكافحة أسلحة الدمار الشامل لوصفها الدولة المنعزلة بأنها من الدول التي تمثل تهديدا مستمرا. وذكر تقرير الوكالة أن متحدثا باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية اتهم الولايات المتحدة في بيان بإثارة تهديدات نووية من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية استراتيجية. وقال متحدث إن الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية باستراتيجية الرد الأكثر سحقا واستدامة. ورياضيا، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لخوض مباراة إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر. ويلعب الأهلي مع إنبي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار الدور نصف النهائي لكأس مصر. وكان الجهاز الفني للأهلي قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات عقب تخطيه فريق سان جورج الإثيوبي ب7 أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور 32 للمسابقة القارية.
ينافس النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة أجمل هدف لفريقه في شهر سبتمبر، ودخل صلاح المنافسة على الجائزة بهدفه الرائع في مرمى لاسك لينز النمساوية في بطولة الدوري الأوروبي. يأتي ذلك فيما يتنافس 11 هدفا على الجائزة، بينهم هدف من صناعة صلاح لزميله أندرو روبرتسون في مباراة وولفرهامبتون. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.